كل تحياتنا لمستمعينا اللي خلطوا علينا على موجات يوليوس اف ام. الصوت صوتك اليوم باش نتحدث شويه على ربما اليوم الناس اللي الحقيقه والا خلينا نقولوا الاعلاميين اللي يهتموا بالشان الفني. واحنا نحكيوا اليوم على الشباب ربما انه وقت اللي نشوفوا برامج تلفزيونيه كبيره برشا ونحكيوا عليها كما ذا فويس كما برشا برامج ربما نرجع لتونس كما طريق النجوم كما غيره اللي يجمع الناس اللي تغني مليح والكل. لكن ساعه لساعه ننساو ممكن زاد برنامج مع اكيد نسكافيه هكا مع جعفر القاسمي دونك اللي يلم المسرحيين والكل. اليوم الحقيقه باش يحكي معنا الاعلامي التونسي الزميل كمال عويج اللي حب يعمل برنامج يلم فيه مواهب الشباب ويكتشفهم من خلال معناها البرنامج هذايا اللي سماه هو ذا ستارز. كيفاش وعلاش وعلاش اليوم خمم في الشباب وعمل لهم مساحه باش يشوفوا مواهبهم ويكون عندهم زاده الحظ انهم يغنيوا انهم يمثلوا. كنقولوا مواهب شبابيه ما نحكيوش كان على الغناء فقط، نحكيوا على المسرح، نحكيوا على السينما، نحكيوا على برشا مواهب اخرى يتمتعوا بها الشباب. سلامز زاده اللي توا برشا شباب يكتبوا في السلامز. دونك اليوم ربما مع كمال عويج مع بعد فتره من البرنامج هذايا ان شاء الله ياخذ صدى على لاشين يوتيوب والكل، نشوفوا اسكو معناها فما معناها توافق من عند الشباب شنو يحكي فما فرصه اليوم للشباب انهم يشاركوا في مثل هذه البرامج ويعطيوهم فرصه، وشنو زاد الفرصه ربما الفرص اللي باش تتاح لهم من خلال مشاركتهم في البرنامج هذايا. كمال عسلامه ومرحبا. عسلامة خلود، عسلامة كامل فريق عاملين معاك في يوليوس اف ام، والتحية لكل المستمعين في جزيرة الأحلام جربة، واللي أنا كنت موجود معاكم في الاستوديو في السيف مع زميلكم خليل، لكن وقت كنت في الاذاعه كنت كزياره فقط يعني مش كضيف يعني مقدم ولا حقيقه. اليوم كمال انت من الاعلاميين ربما اللي تمن بمواهب الشباب، وخاصه انه احنا وانا نتفكر ديجا معناها جت فتره في برنامج العشويه عمناوي اللي عملت فقره سميتها انت ستار وكانوا شاركوا معايا برشا شباب بمختلف الحقيقه لي تالون المواهب نتاعهم مش كالغناء فقط. دونك اليوم شنو اللي خلاك ربما كمال انك معناها تعمل هالبرنامج هذايا وتستدعي الشباب من كل جهه مش كان في تونس العاصمه فقط؟ باهي خلود، حبيت نقول لك انه البرنامج هذا اللي خممت فيه هو برنامج اسمه ستارت. برنامج ستارت اول مره باش تعمل برنامج هذا، وفكره فكره البرنامج تكون فكره متنوعه تختلف من برامج اللي نعرفوها كيما البرامج ذا فويس ولا ستار اكاديمي ولا حاجه كيكه، لكن البرنامج الفكره المصمومة البرنامج تاعنا هو نقدموا المواهب الشبابيه اللي في تونس، مش خاصه في تونس العاصمه، بل باش نركزوا في الولايات الجمهوريه الكامله باش يوصلوا صوتهم باش يشاركوا معاكم. اهي تفضل. اهي خلود، حبيت نقول لك انه وقت نقول مثلا المواهب الناس كل يقولوا المواهب خصيصا بالموسيقى ولا بالغناء ولا مش موسيقى مش غناء فقط تمام مش هذاك، لكن خصيصا انه البرنامج تاعي برنامج ستات باش يكون فيه موهبه شبابيه تونسيه اللي عنده موهبة في الغناء، في الرسم، في السلام، في الرقص، في الإخراج على الأفلام، حتى زادة في التيك توك، ولا عنده انستغرام ولا رسم ولا أي انستغرامور اللي انستغرامور معناها اليوتيوبر واليوتيوبرز زادة اللي معناها مغرومين والكل واللي عندهم دي سوجي باهيين هكا ولا؟
اي اللي عنده مثلا على الانستغرام اللي عنده مثلا برشا الافات ولا حاجه حاب يتعرفوا عليها يتعرفوا على لي سانفلونسور على السوشيال ميديا على الانستغرام وكل شيء هذاك هو مثل كما تعرف في خلود انه في الانستغرام في تيك توك وفي الفيسبوك فما برشا برشا ناس قاعدين يتفاعلوا في الجماهير وكما للسيليبريتي وكل شيء معناتها السوشيال ميديا ان جينيرال هي قاعده تاخذ في صدى كبير اليوم الحقيقه واللي الناس الكل معناها اللي عنده غرام في حاجه ولا يتوجه ديريكت حتى يصير ويتم معناها استدعاءه معناها من طرف خلينا نقولوا الاذاعات او البلاتوات في التلفز والكل خاطر السوشيال ميديا حابينها ولا كرهنا بديت توا معناها عاطيه خلينا نقولوا ظهور كبير للناس فنانين في حد ذاتهم زيدا اللي ولاو معناها يخدموا في خدمتهم ويبرتجوها على الصفحات الفيسبوك سينو زيدا على الشين يوتيوب سينو على الانستغرام ديجا معناها انت كل ما هو جديد تلقاه معناها على المواقع هذوما دونك اليوم سوشيال ميديا ولاو الناس ادكتد معناها مدمنين برشا بيهم والكل فما اللي وصل بيهم فما اللي يعرف كيش يتصرف والكل هك علاش اليوم فما يوتيوبرز معناها باهيين برشا يعملوا في حاجات مزيانه برشا هكا ولا صحيح خلود انا نشوف صناعات المحتوى على اليوتيوب وكل شيء حتى برشا غرام برشا مثلا برشا مخرجين مثلا على اليوتيوب عم يعملوا يخرجوا انتشار كثير على اليوتيوب وكل شيء كنا على سليف مثلا في الميسيون في الستات باش نعملوا فقره قاره ولا فقره خاصه باش يسيبوا اللي عنده المغرومين في اليوتيوبر ما كان معناتها في الاخراج الاخراج الافلام ولا في الموهبه اللي عنده غنيات ولا اي حاجه يشارك فيها اللي عنده شان يوتيوب لكن الهدف اللي هو البرنامج تاعنا انه نعطي صوت موهبه نعطي مساحه خاصة لمواهب اللي في تونس ولا في الخارج يعني في الخارج نحكي على الدول الجمهورية يعطي فرصة ويعطي موهبة مثلا نحكي على سبيل المثال مثلا باش نجيبوا مثلا اسلام ولا حاجة باش يشيل البرنامج تاعنا مثلا الشاب المغروم مثلا في السلام ولا في الراب ولا اي حاجه ما عندوش وين المكان وين الاعلام التونسي وين باش يوصل صوته معناتها باش يعبر قلت هذيك علاش خممنا الباب مفتوح للشباب المغرومين خليهم مفتوح نعملهم مساحه لهما البرنامج ثلاث نعطيهم الموهبه نعطيهم يعني مجال يعطيهم مواهبهم مهما كان الرقص غناء الرسم الى غير ذلك وسيدة بديتوا في التصوير للبرنامج خلينا ننطلقوا شويه نحكيوا على البرنامج بديتوا في التصوير فما استدعاء ربما ممثلين معروفين معناها وبعد تاخذوا المواهب والا كيفاش باش يكون معناها احنا بدينا التصوير الميسيون عسين اللي فات حبيت تخليني مجال نتواجه بالشكر شركة الانتاج باش عملنا ببليسيتي معناها كمال اليوم شركة الانتاج ونشكر المخرج البرنامج صابر شتورو اللي امن الفكرة احنا بدينا صورنا البرنامج نهار سنين اللي فات وان شاء الله عن قريب باش نعملوا يعني المنصه الاعلانيه على شان يوتيوب تاعينا معناتها البرومو تاع ليميسيون البرنامج ان شاء الله باش يكون فيه عديد من المفاجآت باش يكون ان شاء الله باش نعطيكم كوليس صيفه العدد الاول من برنامجنا باش تكون الشعره التونسيه امل تبعي بي مش تكون هي شعره تنتهي امل تبعي على خاطر امل عند عمل جديد ان شاء الله كل شيء مش تحكينا عليه في البرنامجنا ومش نحكيو على كيفاش غرامها في الشعر وكيفاش
كيفاش كيفاش بديت والكل. اكيد معنا. اكيد تو نتابعوا احنا الحصه والكل. بالنسبه للشباب اليوم اللي يسمعوا فيك في جنوبنا الشرقي في جزيره جربه في مدنين دونك في تطاوين بن قردين جرجيس الموهوبين المغرمين قابس اللي يسمعوا فينا اليوم كيفاش ينجموا يشاركوا معاك اليوم كمال؟ يعني المغرومين مش عاوز تذكر المغرومين مش بالاساس المغرومين بالغناء المغرومين بالغناء بالرقص بكل شيء معناها كل المواهب بكل مواهب حتى 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 في عمليه يعني عارف الاسيم هذا مانجا ولا اي حاجه ولا حبيت لي على سليم ما نسيبوش مثلا واحد مغروم بكرة قدم ولا بكل كل شيء اي كل شيء دايره كل شيء عندنا ايميل دانا تاع الريميسيون تاعنا اللي هي اللي هو thestars.tunisia@gmail.com thestars.tunisia@gmail.com. حبيت نقول انه وصلنا برشا ايميلات برشا ناس قاعدين يحبوا يشيكوا كل شيء وقاعدين يوصلنا برشا رسائل اما فما برشا 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 ناس قاعدين يبعثونا مثلا يحبوا يشاركوا ما يحطوش معناتها ارقام هواتفهم ولا حاجه كيكا معناتها عندنا زمان اللي حبوا يشاركوا في البرنامج يبعثونا كل شيء على الميل تاعنا ولا انا سادة عملنا صفحه رسميه على الفيسبوك خاص لبرنامجنا اللي هو ستار على الفيسبوك وعمل الحلقة إن شاء الله الحلقة الأولى إن شاء الله تهبط على الفيسبوك وعلى اليوتيوب هكا ولا؟ بالنسبة على الفيسبوك مش حبته كل المقتطفات مش حبته الحلقة الكاملة على خاطر حبيناها على اليوتيوب باش نشوفوا نسبة المشاهدة اليوتيوب باش نعرفوا كيفاش نقدموا كيفاش نسيتوا كل شيء معناتها واضح. حبيت نشكر شكرا ليك كمال تفضل لقد سمعت في قصيد عليك. حبيت نشكر عائلتي اللي وقفت معايا واللي قامت بيا وحبيت نشكر الفريق العاملين في البرنامج تاعي ونشكر المخرج العزيز صابر شتورو وكامل الفريق وان شاء الله ينال اعشابكم وان شاء الله الحصه صار بالتوفيق للناس اللي مش يعملوا يا سيدي الناس اللي تسمع فينا اليوم في جربه وفي جنوبنا الشرقي اللي يحبوا يشاركوا معاك في البرنامج اكيد يتواصلوا معاك عبر الميل ويرجعوا للفيديو لايف يسمعوا الميل نتاعك ويشوفوا الباج زيدا والكل ويتواصلوا معاك على كل كمال في برنامجك ذا ستارز وان شاء الله بالتوفيق ليك وكل الناس اللي